أشد أنواع الخطورة اللي ممكن تشوفها في حياتنا إنه يكون يعني في البيت في شخص مدمن. في الحالة دي بتكون الأسرة كلها خايفة عليه وفي نفس الوقت برضه خايفة منه، هو بتبقى حاسة إنه ممكن يعمل أي تصرف وهو مش في وعيه. عشان كده احنا بنكمل مع حضراتكم الحملة اللي أطلقتها الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية لتوعية الشباب من خطورة المخدرات والإدمان. خلينا نعرف تفاصيل أكتر عن الخطورة دي وطرق الوقاية منها. بنرحب بالدكتور جمال محمد فرويد استشاري الطب النفسي. أهلا وسهلا بحضرتك. أهلا وسهلا دكتور. يعني بداية لما نيجي نقول الإدمان بيبتدي منين؟ لازم نقول إن المدمن اتعرض لضغوط أو المدمن زعلان أو المدمن غضبان أو المدمن بيهرب من حاجة، ده لازم، ولا في ناس بيبقى عندها من البداية سلوك إدماني وإحنا مش واخدين بالنا؟ بص يا فندم، كلنا بنتعرض لضغوط، ولكن أنا عندي في بعض الشخصيات لما بتتعرض لضغوط قد تلجأ للإدمان، ليس كل هذه الشخصيات. يعني عندي الشخصية السيكوباتية، عندي الشخصية العصابية، عندي الشخصية الحدية، عندي الشخصيات السلبية الاعتمادية، دي بتروح للإدمان. أوكي. ناخدها ببساطة الأول، يعني إيه إدمان وليه الشخصيات دي هي اللي بتروح للإدمان؟ إدمان، أنا عندي في علبة صغيرة في المخ في مكان اسمه السلمس أو المهاد، في حتة تحتيه كده اسمه ما تحت المهاد الصاب سلمس، ده في حاجة اسمها الناقل العصبي. أوكي. الناقل العصبية دي في منهم ناقل عصبي الأندروفين، ده مخدر طبيعي ربنا عطيه كل الناس. حضرتك ماشيه اتخبطت في كتفك، اتخبطت في رجلك، بعد دقيقتين بتحس كان في ساعه في المكان. طب. هو ده الاندروفين طلع من المخ على مكان الالم. تمام. غلطه. لما باخد مخدر خارجي لغيت الداخلي بتاع المخ، فبالتالي كده اصبحت بعتمد على المخدر الخارجي. اوكي. بعد فتره من التعاطي المخدرات التقليديه، المخدرات الحديثه ممكن من اول مره او تاني مره للاسف يحصل إدمان على طول، مش زي ما كنا بنشوف في الأفلام والحاجات دي إنه لازم مرة واثنين وثلاثة. الأفلام دي كانت بتتكلم على المخدرات التقليدية. أوكي. ولكن المخدرات الحديثة للأسف بتدخل على طول. وحتى المخدرات بقى فيها حديث وقديم. إنها دي الصناعات اللي هي بيسموها إيه، خلطة تركيبات، ميكس ما بين كذا حاجة. فدي هو بيحط أي حاجة في أي حاجة اللي بيتناول في إيديه، واللي بيتعاطاها مش فارق، مش مدرك الأهمية، ما بيفكرش. يعني احنا بنتكلم على شخصيه سيكوباتيه ولا شخصيه سلبيه اعتماديه ولا شخصيه حديه ولا شخصيه عصابيه، الناس دي في ضغط ما وتحت ظروف ما قد يلجا للمخدرات. نعم. دكتور جمال، ايه الدوافع اللي بتقود الشخص للادمان؟ هل هي دوافع نفسيه؟ هل هي ضغوط مجتمعيه؟ الشخصيه السيكوباتيه، ما كلنا عندنا ضغوط حياتية. صحيح. كلنا بنتعرض لأي مشاكل، لكن كم واحد بيجي للمخدرات؟ شخص سيكوباتي ده فيه سلبية، فيه لا مبالاة، فيه عدم اهتمام بتوابع تصرفاته، ما عندوش مشاعر ولا أحاسيس. طب هو ليه سيكوباتي؟ يعني في حاجة خلته كده ولا دي بقى طبيعة شخصية؟ تربية، في جزء وراثي مثلا 10%، خبرات حياتية 10%، 80% في التربية. احنا اللي بنربي ولادنا يبقوا سيكوباتيين، احنا عودناهم من الصغر كل طلباتهم مجابة، ما فيش كلمة لا. حتى لو انا قلت لا تيتا هتوافق، قلت لا جده هيوافق. لا ما بقى ده كل الاهالي كل هدفها في الدنيا ان هم ما يطلبوش حاجة غير لما نبقى نلبيها. لازم يسمع، لازم يتعود يسمع كلمة لا. اوكي. لازم يعرف ان في حاجة ممكن وحاجة لا، حاجة متاحة حاجة غير متاحة، حتى لو تمنها بسيط. طب ايه الارتباط؟ يعني ايه الارتباط ما بين فكرة اللأ وتلبية كل الطلبات أو كل الطلبات مجابة وتعاطي المخدرات؟ إن لما بيتعرض عليه المخدر بعد كده بياخده كتجربة. ليه لأ؟ أنا آسف، ما هي التربية أساسا إيه؟ مش إن أنا أجيب له الحاجات، التربية إن أنا بعوده إيه الصح وإيه الغلط، إيه السقف اللي توصل له في الغلط وإيه السقف في الصح. أنا بلعب جوه مربع، أعود ابني عليه ويشوفني وأنا بعمله. فبالتالي لما بيتعرض لنفس الموقف، عشان كده بقول لك الخبرات الحياتيه مش مهمه بالنسبه لي. ليه؟ طالما التربيه صح ما تخافش بعد كده هرميه في اي حاجه، مش اي حاجه خلاص، انا مش خايف عليه ان انا مربيه صح. لكن لما بيجي واحد يعرض عليه يقول لي طب ما تيجي نجرب دي، تعال نجرب دي، ليه لا؟ على طول ليه لا؟ صحيح. اجرب مره في الثانيه خلاص بيت متعاطي. عندي القدره الماديه والنفسيه ان انا البي طلباته، بس عندي قدرة برضو ان انا اقعد اتكلم معاهم طول الوقت مثلا ساي خلص. فده
يتعارض مع ده؟ لا. يعني لو اقدر اعمل ده وهم بيقدموا مثلا الاولاد يعني في السن الصغيرين او الشباب لو بيقدموا بقى اللي عليهم سواء في دراسه او في عمل او او او, أو ابناء بارين باهاليهم فالاهل بتبقى عايزه ترضيهم. لو انا قدرت ارضيهم وفي نفس الوقت قريبه وعمال احكي وهم مش شايفين مني اي سلوك انا عارفه انه طبعا اكيد بيتاثروا باللي هم شايفينه فهم مش شايفين مني اي سلوك ممكن يكون يعبر عن اتجاه ادماني او كده هل ده كافي؟ لا يعني ده. يلغي فكره طبعاً. التلبيه نعم احنا انا قلت لك اهم حاجه التلبيه انت ربي صح علمي قيم علمي سلوك عشان كده لما بيجي يتعرض للمخدرات مش هيروح لها ده السايكوباتي نيجي نمره 2 السلبي الاعتمادي انا اتعودت ماما اللي بتعمل لي كل حاجه شخص ماما تكالي. اللي بتاكل وبتشرب وبتذاكر وبتحمي وي وي مامي شايلاني في كل شيء بيجي عند برضو وما حطتليش القيم القويه راح لصديق السوق اللي شاله في اي حاجه وعرض عليه ده وانا اللي هوفرها لك فبالتالي مش وبعتمد على دي في حياتي ان انا مش عارف اتعامل مع الناس فلما باخد المخدر بعرف اتكلم مع الناس بعرف اخد ودي وبتديني الجرأه هل ده حقيقي؟ يعني فكره ان المخدر قادر على كسر حاله الرهبه او الخوف في الاول ولا هو اعتقاد زائف لدى البعض هو بيديله حته اللامبالاه فهو بيعتبر ان دي جراءه لا هي لامبالاه في الاول مع الجرعه الصغيره لما تكبر الجرعه انت تايه انت مش شايف نفسك كنت بتكلم مع الناس انت مش شايف الميه نازله من بقك مش شايف انت سرحان في ايه انا اسف مش شايف وانت بتعمل عامل تويلت على روحك وانت واقف مع الناس مع الناس برضو خد بال حضرتك فكرها عن المخدر واخدينه من بعض الافلام صحيح المخدر بيخليني قوي المخدر بيخليني جريء يقول لك احنا لما بنطلع حمله ناخد مخدرات ليه عشان هتدينا القوه ايوه بس بتديك قوه بس انت بعد لما بتطلع وبترجع انت فين احنا ما حدش فكر في اللي بيحصل من المخدرات حدش بيفكر ايه اللي بيحصل لا هي معلش عذرا دكتور المقاطعه هي مش بتدي قوه اعتقد هي بتخلي الواحد ملغي. ما عندوش ادراك صحيح. لخطوره اللي بيعمله فبيعمل اي شيء ولا لا ما بيحسش لكن بحاجة. هي مش هتدي قوه يعني مش هت هي ما بيحسش بحاجه دي تحديدا لان يمكن اثناء التحدث في لقاءاتنا اللي عملناها مع المراكز اللي هي الخاصه بالتعافي كان الكل بيقول اللي هو بيفقد فكره الادراك بالوقت الوقت والانسانيه انا اسف انت في مخدر بياخده بيلغي العقل نعم فتخيل انسان ده ملغي صحيح فلما بيجي يتعامل مع حد انا اسف احنا عمالين نتكلم في المخدرات ما شفناش النسب الجرائم اللي بيعملوها ليه زنا المحارم هات لي قضيه زنا محارم مفيش ادراك هو مش حاسس هو بيعمل مش مسيطر على نفسه ما كانش فيها المخدرات شريك اساسي طب اسمح لي دكتور خلينا نروح نشوف تقرير من جوه الصندوق مكافحه وعلاج الادمان عشان نتعرف على الاليات والخطوات اللي بيتم تنفيذها اثناء رحلتهم في تعافي الاشخاص من تعاطي المخدرات لازم نقول ان الادمان هي رحله طويله الإنسان أول ما بيخش فيها بيخسر حاجات كتير يمكن الخسارة بتكون على مستويات متعددة سواء على الناحية المادية أو النفسية أو الاجتماعية في الآخر الشخص بيبتدي إن هو يدمر نفسه الأول وبعد كده بيدمر اللي حواليه الإدمان بيخسر الشخص كل حاجة تقريبا وكمان دايما بيبتدي يفقده أحب الناس ليه الشخص نظرة الناس ليه بتتغير يبتدي بعد شوية يحس الناس بتكرهه وهو كمان يحس ان هو بيكره نفسه دي الشخصيات اللي احنا نتكلم عليها قبل ما تتعالج قبل ما تيجي وتعرف طريق التعافي بيبتدي ان هو ياخد طرق غير صحيحة في العلاج ده مرض نفسي هو احد الامراض النفسية اللي لازم عشان نتعالج منه نروح للمتخصصين احنا في صندوق مكافحة وعلاج الادمان الرقم بتاعنا 16023 بنقدم الخدمة العلاجية بالمجان بالكامل وفي سرية تامة عشان نحمي كمان الناس اللي بتخاف من الوصمة الاجتماعية من الوصمة أو إن احنا يبقى في بعض يعني معوقات العلاج احنا بنحاول نذلل كل معوقات العلاج وهي الوصمة الاجتماعية عشان كده بنحافظ على السرية وكمان بنكفل المجانية الكاملة بعد كده بندخل المريض إن هو يبتدي يتعالج طبعا العلاج بمعناه النفسي هو التغيير إن أنا أبتدي أتغير على المستوى
المعرفي والسلوكي، يعني أفكاري تتغير وسلوكياتي كمان تتغير. الموضوع كله بيبتدي من تغيير طريقة التفكير اللي بعد شوية بيخليك تعرف تتحكم في مشاعرك وبالتالي تعرف تتحكم في سلوكياتك. الموضوع كله محتاج ان انت تتحول من شخصية بتعمل اللي هي عايزاه في اي وقت من شخصية بتعمل احتياجاتها في الوقت والمكان المناسب. احنا بنعلمه الاول ازاي يبطل مخدرات وبعد كده بنعلمه ازاي يعرف يعيش. طيب لو هنتكلم بقى على ازاي بنساعده كمان في حياته بعد التعافي، ازاي بندعم التعافي، طبعا احنا في صندوق مكافحة وعلاج الادمان تحت رعاية معالي وزير التضامن الدكتورة نيفين القباش دايما بتهتم بمشروعات دعم التعافي، وده بيكون من خلال التمكين الاقتصادي من خلال المبادرات المجتمعية اللي بنقوم بيها طول الوقت. يمكن اشهر المبادرات دي هي مبادرة بداية جديدة، دي اللي من خلالها بنقدم قروض صغيرة للمتعافين بالتعاون مع بنك نصر الاجتماعي عشان ياخدوا القروض دي يفتحوا بيها مشروعات تكون مصدر دخل ليهم تاني او لاسرهم. لو هنوجه الاول دايما بتبقى رساله للاب والام، احنا دايما بنقول للاب والام صاحب ابنك تكسبه، بلاش طول الوقت الاوامر، حاول دايما تدي الاوامر في صوره نصايح او كمان تقنع الولد او البنت هم هيعملوها ليه عشان نوصل لاسلوب تنشئه يخلي الولد فعلا يجي يقولك على كل حاجه ويصرحك بكل حقيقه، لان المخدرات لما بتبتدي في الاعمار الصغيره، فانا محتاج يبقى ابني عنده درجه من الثقه فيا ودرجه من الصحوبيه زي ما بنقول كده يعني بلغه بسيطه، ان هو يجي يحكي لي على كل حاجه عشان اعرف هو بيقعد مع مين، بيروح فين، بيسمع ايه من صحابه، ويا ترى انا هعدله الافكار دي ولا هقول له صدق اللي انت بتسمعه. كل ده مهم جدا ان انا ما اسيبش الحبل على الغرب للولد او البنت عشان خاطر ده بيبقى تدليل زائد بيخلي الولاد تعمل اللي هي عايزاه، وفي نفس الوقت زي ما قلنا مبقاش فيه تسلط واوامر كتير. بالنسبه بقى للشباب اللي عندها مشكله مع الادمان، دايما الرساله اللي احنا بنوجهها لازم يكون انت عندك النيه والاراده الحقيقيه للتغيير. احنا دايما بس بنقول يعني ظاهره الادمان ظاهره مدمره، يا رب الشعب المصري كله يبقى في خير حال دائما، يا رب بس يعني لو احنا عندنا مشكلة النهاردة الحكومة بترعى هذه المشكلة والدولة المصرية بتواجه هذه المشكلة، بتتوسع دايما في المراكز اللي بتتعامل مع علاج الإدمان، دايما من خلال صندوق الإدمان بنقوم بحملات توعوية. احنا عايزين الشاب المصري والشابة المصرية دايما في أحسن حال وبخير صحة. دكتور، يمكن احنا تابعنا في التقرير الأخصائي النفسي وهو بيتكلم في صندوق مكافحة وعلاج الإدمان، قال حاجة مهمة قوي ان دايما المدمنين بيكونوا صغار في السن. طبعا هل ده حقيقة وايه السبب فيه؟ بص، هو ده الشائع الصغير في السن ده المفروض اللي هو لسه تحت ولاية ابوه وامه، فصعب اللي هو يعني يدمن او يخرج من الولاية دي بسهولة. ده الشائع، بس انا بيجي لي دلوقتي ناس 60 سنة 58 سنة ولسه داخلين في المخدرات على كبر؟ كارثة. 60 سنة والله، 58 سنة، 57. طب ده بيهرب من ايه؟ بص، ظروف الحياتية على الكل، ولكن في ناس هو بيحاول يهرب. فالديلر دايما بيقنعه ان ده مش ادمان. ودايما كل واحد ده دكان السعادة زي ما بيقول. وكل واحد بيدخل في الادمان دايما عنده مقولة مشهورة، انا مش هبقى عبيط زي اللي قبله وادمن. طب معلش انا عايز اعرف، هو وصل للديلر ازاي؟ هو يعني عشان اوصل لمرحله ان انا اروح للديلر دي معناها ان انا عارف انا بعمل ايه ورايح اشتري؟ الديلر يعني ممكن يجي سبق واكيد خطوات عشان يوصل للديلر، ممكن الديلر يجي لحضرتك. اصل الديلر ده ممكن يكون واحد بيقعد معاه القهوه في المحل اللي جنبه في الشارع اللي وراه جاره. معلش، واحد متاثر برضو لسه بالافلام انه لازم يروح ويقف في مكان ويقابل. ده كان زمان ده، عشان كان الديلرز قليلين، موضه قديمه دي شويه من خلال الموضوع. يعني دايما المخدرات الناس بس تفهم الدخول في المخدر بمزاجي. الدخول في المخدرات ده كإدمان، كإدمان كإدمان طنل. لا، كمخدرات. الدخول بالمزاج، الخروج مش بالمزاج. أنا دخلت حاجة بمزاجي، الخروج منها مش بمزاجي، لازم الناس تعي دي قبل ما تدخل. اللي بيتعرض عليه مخدر أنا موافق أخد، بس خد بالك كتجربة في الأول، التجربة دي أنت دخلتها دلوقتي وأنت لك مطلق الحرية في الموافقة أو الرفض، الخروج مش موافقتك.
العلاج لازم بموافقتك عشان يبقى علاج مقنع ومجدي. لازم انت تقول انا عايز اتعالج. في اراده. الاراده بتاعتك لما تقول لي انا عايز اتعالج هقدر اساعدك. النهارده احنا بنساعد، الصندوق بيساعد، المستشفيات الجامعيه بتساعد، مستشفيات القوات المسلحه بتساعد، الصحه بتساعد، العيادات الخارجيه بتساعد، العيادات الخاصه بتساعد. انت بس قرارك وتبقى لقرارك ده وتبقى لنمط شخصيتك، وده الاهم. انا شوف انا بلف وارجع دايما نمط على نمط الشخصيه. كل تبقى لنمط الشخصيه هتتعالج. صحيح. ليه؟ في واحد عصابي اكتئابي ده دخل في الادمان خطا، ده هيطلع وهيتخلص منه 100%. في شخصيه سلبيه اعتماديه، خليت الاعتماديه، لغيت حته الاعتماديه وابتديت اخليه شخصيه غير معتمده، ده هيطلع. السايكوباتي بياخد مني مقاوحات شويه لكن ممكن يطلع بس جوه المستشفى. الدعم النفسي كلمه السر للخروج من الادمان طبعا، او اعاده تعديل السلوك كلمه السر للخروج من الادمان. ده مرض ولازم بص احنا كاسره خلاص ابتلينا بهذا المرض. ده مرض، يا اما نتعامل معاه انه مرض، لكن ما هنتعامل معاه لا، اصل دي قله ادب، اصل ده خروج عن اصلي، يبقى مش هنحل. والعلاج واضح. وهنا ده دور السريه في يعني السريه دي عامل اساسي برضو من عوامل العلاج اعتقد. ما السريه المريض ما يحسش اللي هو وصمه عار، انت اصبحت شخص غير مرغوب فيه لان المجتمع مرغوب فيه، لان المجتمع بينظر معاك بينظر عليك كمدمن. بص يا احمد، مهما قلت لك النوعيات اللي بتتعالج من الادمان مش هتتخيلها. ان في كتير راحوا بالخطا، في ادويه ايتروجينيك، انا اسف يعني. في دكتور بيكتب روشته وما بيحددش المده. ايوه. او ان المريض بيستسهل يعني ليه الدواء لذيذ معاه. عاوز اسال حاجه وبعتذر طبعا يعني. طبعا عاوز اسال حاجه، ادويه الاكتئاب بما اننا اتكلمنا على الروشتات دي مش ادمان؟ لان في البعض بيظن ان هو اثير هذا الدواء ما يقدرش ان هو يتعامل مع المجتمع غير بادويه الاكتئاب. ادويه الادمان بلا استثناء لا يوجد فيها اي ادمانيه. الاكتئاب قد يكون في دواء في اعتماديه شويه وغير الادمان، ولكن بيتقطع عادي يعني وبنسحبه عادي برضه، بس في صعوبه يعني مع السن الصغير يعني سحبه صعب سنه، ولكن ما عنديش معاه مشكله خالص، لكن ما فيهوش ادمان. الادمان ده معناه ان دخل مكان الاندروفين في المخ وركز مكانه. ما فيش مضاد اكتئاب هيركز في الاندروفين مكان الاندروفين. مضاد الاكتئاب بيشتغل اما على السيروتونين او الدوبامين او نور ادرينالين. هو ماله بالاندروفين خالص، لكن هي حته نفسيه اعتماديه نفسيه. فالنهارده في اياتروجينيك ادكشن، واحد كان عنده مرض وخد مخدر جامد واعتمد عليه، ويجي يا دكتور انا خدت مخدر كذا وعايز ابطله، وسهل جدا. هي زياره للعياده اسبوعين قصه خلصت يعني. مش كل الحالات اسبوعين. ده بقى هو قاعد فين؟ هو قاعد في وسط في بيته يا فندم، في شغله، بينزل شغله وبيروح عمله، قاعد في بيته وكل حاجه. واعراض الانسحاب مش بتبقى مخلياه عايز مفيش يلجأ ل... ما احنا دي بقى يعني دي الحرفه المهنيه في الشغل، ان انت ما تجيبوليش اثار انسحاب. ويعني الانسحاب ده من 7 ل 15 يوم بالنسبه للناس اللي تاخد جرعات عاليه قوي. بس هي القصه مش قصه انسحاب، الانسحاب ده يعني جزء عضوي. يعني بالنسبه لنا بنقول بسيط. ليه؟ مع ان هو بيبقى مجهد على المريض. أيوة. لكن احنا بالطرق الجديده بالادويه الجديده بنقدر نتخلص منه. يعني في حاجات بتساعد ادويه بتساعد كتير جدا. لكن من المهم بعد كده غير فكر. زي ما الدكتور لسه بيقول لك، ما ينفعش يحصل العكس يا دكتور. ازاي؟ ما ينفعش يعتمد المريض على الادويه اللي بتعوضه وقت الانسحاب فيتحول الموضوع لو هو اخد كميات زياده. لازم متابعه. بصي احنا بس عايزين نقفل الحلقه عشان نتاكد ان احنا ما خرجناش من دايره، دخلنا في دايره اخرى. بصي العيان لما ياخد دواء بعدد محدد من الايام خلصت، ما هو مش هياخد اكتر من دول. تمام. مده العلاج دي قد ايه؟ يعني حضرتك بتقول للعيان اللي بياخد دواء في واحد ايتروجينيك، وهل بتختلف من شخص حسب درجه الادمان؟ لان انا اعرفه ان في 3 درجات في الادمان اعتقد. بصي هل بتختلف مده العلاج من مرحله حسب نوع المخدر؟ حسب المدة الزمنية اللي واخدها للمخدر، النوع، المدة الزمنية، الكمية، حسب الشخصية. أنا قلت لك في شخصية من الأول لازم تدخل المستشفى. وأقصى نوي. مدة علاج؟ أقصى مدة علاج بس هي العلاج زي ما قلت لك من 7 ل 15 يوم أنا اتخلصت من المادة المخدرة.
خلاص انا بقيت المده كلها علاج نفسي، اعاده تاهيل واعاده دمج وغير السلوكيات اللي وصلت، غير فكره لتقبل المشاكل، لتقبل الحياه، لتقبل الظروف. ده في واحد ما ينفعش بره، انا اسف بره دي هيبقى تضييع وقت وهندخل ونخرج يعني هيتعالج 500 مره والتعجل في الخروج، لان ساعات المريض انا خلاص بقيت كويس، انا خلاص صحيح. بطلت ايه؟ انت توقفت تحت العلاج، مجرد ما تخرج بره وهتشوف فلان وعلان وهتقابل فلان وعلان هتاخد تاني. ان اصدقاء السوق في ناس من اللي بتتعاطى مخدرات لما بيجي واحد متعالج ويجي لهم في ناس يقول الله يخليك انت اتعالجت تبعد عننا ما تجيناش تاني. لسه عندهم حته الانسانيه موجوده. وفي ناس تاني بتزعل انت ليه بطلت وانا لسه باخد، يا عم تعال. ده في عندي مريض تاجر لما القومه بيجيش وخلاص توقف 3 شهور وصحته رجعت ووشه نور، راح المحل الديلر خد مراته وراح له المحل يشتري حاجات، وهو بيحاسبه راح حاطط له كيس البودره في وسط الفلوس عشان يرجعه تاني. عشان يرجعه تاني، ما هو بيزنس بالنسبه له. انا بوريك شوف يعني ناس ان ده بيزنس كبير مليارات فيه شغاله، فناس ان تدمر بيت تدمر واحد. يعني انا شفت ناس كانت الله اكبر حاجه كبيره قوي، شفت مخدرات وصلتها لفين، شفت لما رجعوا ازاي، شفت ناس كانت قامه وقيمه. هاخد من كلام حضرتك واكد انهم رجعوا، في رجوع وفي علاج وفي ناس عندها القدره انها تقدر تستعيد حياتها تاني، وفي ناس عندها القدره انها تدعم المحيطين بيها بحيث ان هو تساعدهم انهم يرجعوا يستعيدوا حياتهم. لو توفرت دعم الطبيب موجود، دعم الاسري موجود، الرغبه الملحه ان هو الانسان ده، وناس الله اكبر دلوقتي حاجه تفرح يعني. والدعم المجتمعي انا بفرح بيها قوي دلوقتي، والدعم المجتمعي اهم حاجه، وهو يمكن هو ده السبب الرئيسي اللي خلى الشركه المتحده للخدمات الاعلاميه تطلق هذه الحمله كنوع من انواع الدعم لكل مدمن عاوز اللي هو يتعافى ويرجع تاني في الحياه. دكتور ده مرض، يعني مرض، عشان كده الدعم ليه ده مرض، ولازم حكي. نقتنع ان ده مرض ولا هو علاج. يعني الحديث لن يتوقف لان هي حمله، واحنا قررنا برضو ان احنا يعني نخوض هذه الحمله ونتحدث عشان نوعي الناس. دكتور جمال فرويز الاخصائي الطبيب النفسي، بنشكر حضرتك فندم على وجودك معنا في صباح الخير. صباح الخير.